شركة عبد الصمد القرشي بدأت منذ عام 1938 وأسست مصنعاً للعطور، ومنذ ذلك الحين تتربع على عرش العطور الشرقية الملكية انطلاقاً من مكة المكرمة، وفي أكثر من 13 دولة و400 معرض حول العالم. حرصت الشركة وملاكها جيلاً بعد جيل على التطوير بأحدث التقنيات الحديثة في استخلاص وصناعة العطور الشرقية وطرق البيع المبتكرة كالتجارة الإلكترونية والمعرض الذكي والذكاء الاصطناعي، وقد حازت الشركة على العديد من جوائز التقدير والامتياز والجودة، وكان آخرها شهادات الجودة ISO 9001-2015 وشهادة GMP ISO 22716 وشهادة البيئة ISO 14001. يمثل المختبر أحد أهم ركائز الجودة والبحث والتطوير لدى شركة عبد الصمد القرشي، حيث يسهم منذ إنشائه في الرقابة على جودة المنتجات والتحقق من جودة المواد الخام، وأيضاً تطوير أحدث أنواع العطور بما يتوافق مع معايير الجودة والمؤسسات الدولية المتخصصة. ويضم المختبر العديد من الأجهزة المتطورة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والروبوت، وكان آخرها جهاز التحقق من التحسس لدى العملاء من استخدام العطور، حفاظاً على سلامة وصحة عملاء الشركة. قسم تحضير البخور: يتم تحضير جميع أصناف العود المعطر ضمن آلات خاصة، بحيث يتم مزج المكونات وتقليبها بشكل مستمر لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 يوماً حتى تتمازج المكونات مع بعضها. قسم تحضير التبر والمعمول: يتم تحضير جميع أصناف التبر والمعمول ضمن آلات خاصة، بحيث يتم مزج المكونات ضمن الآلة وخلطها بشكل جيد حتى تتمازج المكونات مع بعضها. قسم تحضير العطور الزيتية والبخاخات: جميع خلطات الزيوت العطرية والبخاخات يتم تحضيرها في هذا القسم، حيث يحتوي القسم على مجموعة مختلفة الأحجام من الخلاطات والمرشحات يتم استخدامها خلال الخلط بترتيب معين. منطقة الخدمات: يوجد ضمن هذه المنطقة جميع الآلات الخدمية الداعمة لآلات المصنع من وحدة تحلية المياه وخزانات المياه وضواغط الهواء وغيرها من الأجهزة الداعمة للمصنع. منطقة التعبئة والتغليف: بعد تحضير جميع المنتجات بمختلف أشكالها، زيوت أو بخور أو مستحضرات تجميل إلى آخره، تنتقل لخطوط الإنتاج الخاصة بها لكي تتم عملية التعبئة والتغليف وتجهيز المنتج بالشكل النهائي قبل تحويله للمستودعات الرئيسية للشركة. قسم تحضير منتجات التجميل:
يتم تحضير جميع أصناف مستحضرات التجميل، زيوت شعر، شامبو، كريم مرطب إلى آخره، في هذا القسم ضمن خزانات خاصة بها. قسم تعبئة العطور. جميع الزيوت العطرية تتم تعبئتها على آلات خاصة بالتعبئة، ويتم ختمها بغلاف خاص يضمن وصولها للمحلات بشكل آمن وسليم. منطقة استلام المواد الأولية ومواد التغليف هي منطقة استلام المواد الأولية ومواد التغليف الداخل بعمليات التصنيع وتسليم المواد الجاهزة للمستودعات لتسهيل تدفق جميع المواد المذكورة سابقاً لمنطقة الإنتاج ومنعها من التراكم. منطقة تنظيف العود وصناعة عود الذهب. تميزت الشركة طوال تاريخها بالحصول على أفضل أنواع العود من مصادره الأصلية، وتعمل على تنظيف العود من الأخشاب المحيطة به ليكون نقيا للعملاء بشكل يدوي حفاظا عليه. كما ابتكرت تغليف العود بالذهب ليعمل على إضفاء مميزات خاصة له. منطقة تقطير عود البخور. يتم فيها تجميع أخشاب عود البخور الأصلية، ومن ثم تعالج في أبراج التقطير، ثم تصفى أجود أنواع دهن العود استعداداً لمعالجتها ودخولها في عمليات التصنيع المختلفة.